مشاهد الناس بتاخدها عليك. هو فيلم واحد في حياتي اسمه الامبراطوره. لا ده طارق، ده كان كوميدي، ده كان الله يرحمه نجاح الموجي واستاذ كمال الشناوي. فانا كان عندي فيلم واحد يعني من 15 فيلم سينما اخرهم شارع محمد علي. عملت في بدايتي مشهد مع احمد بدير عطا، مشهد مع العظيمه ناديه الجندي ومع المخرج الرائع الله يرحمه استاذ علي عبد الخالق، اللي شرفت اني اشتغلت معاه ثلاث افلام، الامبراطوره، بونو بونو، ويمين طلاق. فانتوا بتحاسبوني على مشهد عملته في بدايتي ما كانش عندي اي خبره، ما كانش عندي يعني الجرأه ان اقول للمخرج انا مش قادره اعمل ده، او مش قادره افتح بوقي قدام مخرج كبير زي استاذ علي عبد الخالق. بدليل ان الفيلم اللي بعد منه لما جيت عملت بونو بونو قلت له انا هلبس جلابيه نص كم مقفوله اعمل بيها المشاهد كلها، ما غيرتهاش طول الفيلم، كنت خضره فلاحه بتفردين وعملت المشاهد كلها، رغم ان كانت ناديه الجندي عامله جعفر وانا بحاول اتحرش بيها وكده، بس عملته كوميدي ما عملتش اي اغراء. فالناس بتحاسبني على مشهد عملته في بداياتي. طب ال 15 فيلم فين؟ انا اخده جوائز عن حبيباتي من تكون، اخده جوائز عن حائط البطولات اخراج الاستاذ محمد راجي. حاسبوني على مشهد.